شرطة منطقة الرياض ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي تلقي القبض على مجموعة من الأشخاص يعملون على تزوير تصريح تنقل أثناء فترة منع التجول. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ هلا مرحبا. أنا وصلت الموقع. وصلت الموقع؟ إيه؟ أنا قدامك. أنا على نهاية البقالة. حلو، كم تصريح معك؟ اللي موجودين 31. كم التصريح؟ التصريح 3000 ريال، إجمالي المبلغ 93000 ريال. جميل، أنا حاليا عند التموينات، وين أقابلك بالضبط؟ ماشي شوية قدام العمارة اللي بعدها على طول. عددها فوق 30 تصريح. طبعا شوف، تم اتفاق معه انه اعطانا الاسماء وهميه وضبطها لنا.